بسم الله الرحمن الرحيم أصدقاء المشاهدين في كل مكان، هنا في إطار اللقاء السادس على التوالي من طبعا أحداث اليوم الرابع على التوالي من بطولة ألموناي، في إطار دور طبعا الإقصاء المباشر، وهذا اللقاء الذي يجمع ما بين كل البيت دارك هورس على يمين الشاشة وفريق النهارده حارس اللقاء يقع تحت قياده تحكيميه كابتن كلاوتش حكم الساحه، يعاونه محمد حامد المساعد الاول، يعاونه ايضا كابتن محمد السيد المساعد الثاني. ركله هنا هنا لصالح دارك هورس على طول في الشمال، حاولت المرور هنا والعبور بين اللاعب بقى رقم سبعه ولكن تمر الى جانب اللاعب عفروت، ادي عفروت اللي كان يعدي عاوز يعدي في الكوره اللي فاتت ولكن في خطا وفي مخالفه بين كلاوتش. نعود لبيت بالشمال حاولت المرور، ادي هنا اللمسه قطع العصر كده واحدة لعناصر بيترانس، محاولة المرور والعبور بعرضية عرضية حلوة قوي في النص ده، فريق بيترانس يسجل الهدف أول ولكن بقى تجنب كورة وتمر بغرابة بجوار القائم الأيسر، سهلة بقى على الحارس سهدوت. مرة ثانية نسيت حسن حط في اليمين عن طريق عمر عبد الله أول لاعب 22 علي خليفه، هو النهارده شايفه بقى رايح للظهير الايمن لاعب علي خليفه. تعال مره ثانيه لعناصر فيترانس اماميه كوره هتحدد في المرور على حدود منطقه الجزاء، شوفوا لاعب الكوره منين من الدور الرابع وتطلع كورته مره ثانيه لسه على حدود منطقه الجزاء والمحاولات والمناورات علي خليفه اهو اللي يحط كوره لكن بقى والله بقى ده كان اللاعب رقم 20 حسن سليم لحد بقى انت عارف الستايل خلاص عرفتها واحد وصلها حسن سليم حسن يا سليم ارجع الستايل المميز حسين عدوش بقى رقم 6 ولا حاجه اللي ورايا عمل العرضية حلوة، جانب التاني سميع، هذا هنا بقى اللاعب حسن سميع
حسن سليم يحط راسيه ولكن تمر الى خارج الملعب. عرضيه كانت من عمر عبد المنعم على القائم البعيد واللي اتحرك لها بشكل حلو قوي حسن سليم، ولكن حسن المره دي راسيه تمر الى خارج. استلم التليفون ما كانش معاه وسط الملعب مش حلو من جانب عبد الله صبري لكن في صفاره، في صفاره هنا من كابتن كراوتش. منطقة الجزاء وفرصة كده السادة بقى عامل سحر وحل السحر لما تجيب الحلول بقى المهارات التربية تجيب العقلات تجيب المقليات تأتي بقى الكرات السادة تحل السحر وتجيب الحلول يعني تحت قدامك يا حارس المرمى أمامية كورة عالية فوق أدي هنا شاملة بدون بقى مش خاطر كورة من تاني التحويل تلتقط في وسط الملعب محاولات كده حسن رجلك حسن حسن مميز يعني اللي عنده حلوة عنده سرعة حسن والمهارة والرياضة والأمانة ولكن تمر في الأخير والأمانة والدنيا وصل تصفيق عبد الله الصبحي اللي يعني بيقدم فرقته روح ايجابيه كده للفريق مهم جدا ان انت تبعث روح ايجابيه تاثر على اداء لعيبتك داخل ارضيه الملعب بتاثر على اداء لعيبتك داخل ارضيه الملعب خلي بالك لعيب جميل جدا ان شاء الله ادي ضربه لوكيز تنفذ على طول لعيب منطقه الجزاء وادي جميل حسن يضيع ياسين بيضيع فرصه داخل منطقه الجزاء في اخطر فرص اللقاء وادي مره ثانيه لسه الهجمه شغاله ولسه الباقه شغاله دول شحنين باقه ايه؟ شحنين باقه هذه الهجمات المتتاليه والتي تطلق على حدود منطقه الجزاء هذه محاولات من اجل ادراك هدف اول في اللقاء حسن محاوله المرور حط في العمق المرامي بالشمال باتجاه عبد الله رجع خليفة حبيبي يا عبد الله لكن واقف في وسط التوقف ولا حاجة ولا حاجة ولكن بدون أقطع تمر الكورة مرة ثانية وسط الملعب السلام هنا من جانب عبد الله ويعني خطر العميد بتاعنا بيطلع لك من أي مكان عفروتو أبي عفروتو ويكسب يعني يكسب ركله حره بل على حدود منطقه نص الملعب ياما اتكلمنا عنها وياما حكينا عنها حكاوي وقلنا ان هي ديت المنطقه اللي لازم تركز عليها كرمانه ميزان وكمنطقه مؤثره جدا في ريتم اللقاء وهي تعتبر محور الاداء لاي فريق حتى في نص ملعب ظبط عينيك وتطمن ان انت هتتحقق يعني هتسيطر على كرات الارض. شايف كده هنا التركيزه ولا ايه؟ تلتقط في ظهر لاعب يعني بيترس الكوره اللي بقى الابيض سلامات لكن تعود من اخر يحفز عليها كده لاعب بيترس علشان تطلع بره في الدفعه وفي الخطا هنا اللاعب اكتر من روبنسون لاعب يوسف سعد ذكرنا مزيكا المره اللي فاتت اللقاء البائسه ذكرنا بهيج اهلا بالبهج فهل مع ذكر سعاد تاتي السعاده بدون كورس سؤال وننتظر الاجابه عليه هذه المره ده حارس المرمى دوت وروح طيبه جدا كده يعني بيسلي الحلقه اللاعب المنافس ادي دوت تيشيرتات المقلوبه بقى والتركيه على الارقام خلينا نتحدث بقى مرة ثانية عبد الله صبري يفقد الكورة يفقد الكنترول على الكورة والسيطرة على الكورة في وسط الملعب هذه التمريرات القصيرة تروح هناك محاولات ولكن ياسين حسن بقى حسن جميل جري جري خلي حسن حلوة قوي التركة حلوة كرونتو اللي بيحاول بقى هو يفتح الديار الرابع وما لمش تبخاش وقفل الهجمة اللي فاتت على كرونتو ولسه بيحاول لسه بيحاول ادي حضرتك حاول المرة دي عبد الله الصبري عدت مرة ثانية ولكن الدفاع تعود من جديد هنا في وسط الملعب علي خليفة عبد الله الصبري ادي عبد الله يرجع مرة ثانية علي خليفة
في وسط الملعب هناك عند عمر عبد المنعم. هذا عمر عبد المنعم مرة تانية ترجع عند ياسين هو الجزماني حط في الشمال يقدر ولكن في اوفسايد في راية في راية مرفوعة وفي تسلل. ايضا نذكر مرة تانية من النهاردة ضمن هذه المنافسات لتتواجد معنا تقنية الفار واللي يترأسها تقنية الفار وبيشرف عليها كابتن سمير محمود عثمان. يعني مع تاكل واحد من اساطير التحكيم في الكره المصريه واحد من اللاعبين الحكام اللي ياما امتعنا فيه الدوري المصري وياما تابعنا على الشاشات كابتن سمير محمود عثمان. هذه مره ثانيه كوره تصل فوزنا على السلام هنا من جاي لاعب رقم 17 اعتقد الصف جونيور. هذه جونيور ياخذ فاول جونيور بعد التدخل اللي فات في اكثر من مخيم لكن ما فيش اكثر من هدف ده اللي احنا عاوزينه ده اللي احنا بنترجاه من اللاعبين داخل ارضيه الملعب. ليه؟ لان هدف بيغير السيناريو خالص هدف بيغير الشكل هدف بيعطي بهجه بيعطي طعم للمباراه بيضيف السكر الى المباراه علشان كده عايزين هدف سواء هنا او هنا مش مع اي حد احنا عاوزين الهدف يسجل سواء هنا ولا هنا. هذه الكرة ولا الكرة يتنفذ على طول عمر تسديدة قوية جدا بين اللاعب عفرونتو يمتلك القدم شمال وكرة ايه بسرعة عمر كيلو في السنة بين عفرونتو ولكن فوق العرض الافقية للحارس يا دوب ثلاث يعني تراكة وبالعبور لكن شوف عفرونتو بقى مشاكس كده بلوك بيقوم في مدربين تروح مرة تانية بالشمال لقيت الهدف
صالح فريق بيترا حط او للتحديد لكن معاه البرامج بعد ياسين حسن عمر عبد المنعم النشيط واللي كان بيحتفل بعيد ميلاده في هذه البطوله لاعب عمر عبد المنعم لاعب الشهير كابتن عمر يعني وحاجات كويسه اللي احنا ذكر حضرتك فيها هي في الاخير تقييد لقضي وقت ممتع بغض النظر عن المنافسات وضغط المباريات احنا جايين هنا علشان ايضا نستمتع كله بيستمتع للامانه باجواء هذه البطوله حتى سكان هنا القريه مستمتعين بالاجواء وبالحاله اللي عاملاها البطوله في هذه الايام المعدوده جبت اي حد كده هيقول لك يعني احنا مستمتعين واحد كده يطلع من سينا ويطلع من الشهير يطلع هنا يتفرج ويحل بمباراه كره قدم الشاي بتاعتك وقت يتمسك بقى على غلبات الملعب بما يقدمه اللاعبين وبما يقدمه التحليق والحكام وهندسه الصوت والفيديو والطاقم الطبي وكل الاطراف وكل المنظومه ككل بتقدم روعه وعظمه هنا في ارضيه الملعب للامانه بقى يعني مجهود كبير مجهود يذكر فيشكر من يعني القائمين على تنظيم هذه البطوله بطوله العالم النسخه السنه هذا الرجل الحريم مباشر من الجنب الشمالي هتتلعب ازاي فرصه ومحاوله لادراك هدف اول واقتصاص شريط الاهداف هتتلعب باتجاه المهاجمين باتجاه يعني اصحاب الرؤوس ولا تاني تمر ولكن تطلع الى خارج الملعب والى ركله هذه كره لعب Thank you.
خطا لكوره عفروتو. يبدا ينزل عفروتو علشان يتحرر من الرقابه. وادي عفروتو باحضان حارس المرمى، سالم باحضان حارس المرمى. عفروتو اكثر واحد سجل مع فريق الفوز بالنسبه للاحصائيات. هنا ايضا الاحصائيات عن الكابتن احمد السيد، واحد ايضا من الكباتن في 51 تحقيق بطوله على الاقل. على عليا واحد، على عليا ونتابع على حدود منطقه الجزاء او حدود منطقه وسط الملعب. عندك الشمال مركز عبد المنعم، عبد المنعم في كل مكان، عبد المنعم في كل شبه في الملعب. حسين ايه في سبع ادوار لاعب عمر عبد المنعم للامان. الباس ايضا في حديد الامان ما زحمتش. علي خلاص تعود للخلف تماما عن طريق حسين عدنان. الهدف موجود عن حدود منطقة الجزاء وعن طريق خطر، عن طريق على حدود منطقة الجزاء. فرصة واحد على واحد، واحد على واحد، واحد حسين عدنان. برافو برافو عمر عبد المنعم، بينقذ الكورة اللي فاتت ويطلع حسن 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 عدى حسن فات حسن في الظهر حطها المراقب عند الصفقة يحطها راسه المراقب. واحد كان متوقع تقدم لاعب عفروتو ولكن تقدم ولكن قصر الى فارق الملعب والى رمضان. الشمال الظهير الايسر وحتى الان التعادل السلبي هو الموجود. تمريرات وفرص وادي كره بتروح على الحلوه والصفت الصفت الصفت في اللحظه الاخيره وفي الثانيه الاخيره يتدخل الدفاع امام الصفت وكانت ممكن فرصه تسجيل الهدف الاول فرصه تسجيل الهدف الاول ولكن في اللحظه الاخيره اللمسه الاخيره تدخل من مدافع يحط رجله بفدائيه وبرجوليه امام عبد الله الصفري علشان بقى تضيع اخطر فرصه واول فرصه حقيقيه على المرمى من قصير الطريق ده.
عدينا رونو.
ركلة حرة مباشرة. أنا بقى في ظل الحديث عن التعليق لابد أن أوجه الشكر بقى لمحمد البطولي واحد من المعلقين المميزين للأمانة. وادي هنا ركلة حرة موجودة على حدود منطقة الجزاء وسلامات سلامات للاعب علي خليل. ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء وسقوط على أرضية الملعب. كابتن
بكاوي وسط الملعب أولة المرور صد جونيور كده كان بيحاول ولكن ما يقدرش يخلصها لسه فرصة تختلط بالتسديدة وقت الدفاع يشيل ويطلع على مرة على مرة يلا
هو ده اول حاجه ده شوف اللي عليه ايه في ال تنفذ ازاي عالية داخل منطقة الجزاء وقت هنا التربية ولسه الفرصة وأي سيناريو تشهده المباراة أي سيناريو تشهده المباراة رايح يراجع تفتيت الفار استنى ما يجيش الفار اللي بيتدخل في أكتر من حالة منها يعني اختزال شرعية الهنا التدخل في ركلة الجزاء أيضا كشف الهوية وكشف مصيعة الاجتزاء والطرد المباشر هي الحالات اللي بيتدخل فيها كابتن يؤكد الفار على قرار احتساب ركله الجزاء ولا هيكون هناك كلام تاني بعدم احتساب ركله الجزاء سواء اللعبه الاخيره من حارس المرمى والتدخل او اللعبه اللي قبل التدخل هنشوف كل هذه الامور بعد تقنيه الفار انتظار مسؤوليه تقنيه الفار ولكن هتكون يعني سيناريو صعب اقسم بالله بلدي عشان طرد حسن على نفس الحاجه بالظبط مش بلد الماتش اللي قبل اللي فات طرد حسن على نفس الحاجه بالظبط هدف قد يكون بصف يعني بطاقة العبور هذه هي الأمال تتعلق على دورة على دورة حارس المرمى واللاعب اللي هيسدد شايفه حارس المرمى شايف المرمى دوت وكأنه شاف شارع ملوش أول من نهاية أراد عصام ركل الجزاء عايزة أعصاب عايزة أعصاب عايزة واحد أعصابه مش في تلاجة عايزة واحد أعصابه في ديب فريزر أدي هنا رجوع للنفس وتركيز لركلة الجزاء ركلة الجزاء من أصعب الكرات في هذه البطولة فرصة علشان يتقدموا في نتيجة سلامة الراجل دوت. أهم
وبركاته.